محكوم عليه بالإعدام ظلما منذ مئات السنين، ولكنه لم يمت. كأنها نفحة روح القدس في عروقه تؤجج فيه الحياة، ذلك الخط الذي يتصل بركن الدوحة النبوية الاثنى عشرية، أو بالاسم الذي عرف به عبر التاريخ وهو المذهب الجعفري نسبة لسيد ذلك المذهب. ولكن لماذا جعفري؟ قبل قرون من الآن استولت الدولة الأموية على مقدرات المسلمين لسنوات طويلة، وعاثت في الأرض فسادا. وفي السنوات الأخيرة من أيام الدولة الأموية أصابها الضعف والوهن، فعمد الإمامان محمد الباقر وولده جعفر الصادق عليهما السلام إلى تربية وتثقيف المؤمنين حتى ظهر جهابذة الحديث. الإمام جعفر الصادق والده غني عن التعريف، وهو الإمام محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب عليه السلام إمام المسلمين. أما والدته السيدة أم فاروة فهي فاطمة ابنة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ووالده القاسم كان من أصحاب أهل البيت الفقهاء. عاصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام 5 من الحكام الأمويين، واستثمر الشتات الذي أصاب الحكومة الأموية بسبب طيشهم وفسادهم لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله، على الرغم من المضايقات والظلم الكثير الذي تعرض له. بعد سقوط الحكومة الأموية على يد العباسيين، رأى إن العباسيين لا يختلفون بشيء عن الأمويين سوى الاسم، فكلهم يسعى خلف سلطانه، ولأنهم كانوا منشغلين في توطيد حكمهم، راح الإمام الصادق يبث المعارف الحق في الأرض، فصار يتنقل ما بين الحجاز والعراق، وجعل من المساجد معقلاً لطلبة العلوم بمختلفها، حيث قال الحسن بن علي الوشاء: إني أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام. كان يحث على طلب العلم حتى قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. ينقل في المصادر أنه جاء رجل شامي إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأل مسائل في القرآن، فقال الإمام الصادق لصاحبه حمران بن أعين: يا حمران أجب. انزعج الرجل وقال: أريدك أنت تجيبني. قال: إذا غلبت حمران غلبتني. فأجاب حمران، قال: أريد أن أناظرك بالعربية. فقال: يا أبان بن تغلب أجبه. قال: أريد أن أناظرك بالفقه. قال: يا زرارة أجبه. وهكذا صار يذكر واحدا واحدا، إلا أن الرجل الشامي قال للإمام: تريد أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء؟ قال الإمام: هو ذلك. هنا قال الرجل: اجعلني من شيعتك. قال الإمام لصاحبه هشام: يا هشام علمه. ربما هنا يرد سؤال من سائل عن لفظ شيعتك، والسؤال هو: ما الشيعة؟ السؤال هنا: ما الشيعة؟ الشيعة في اللغة تعني الأنصار والأعوان، وغالبا تطلق على الأنصار المتشابهين في المبدأ، كما ينقل القرآن الكريم في قصة النبي موسى عليه السلام: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وصار يطلق هذا المصطلح بشكل عام
على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الذين يعتقدون بإمامته وولايته، وشيعة جعفر عليه السلام تعني أتباعه الذين هم على منهجه. ما كان الإمام جعفر الصادق لشيعة أهل البيت عليهم السلام، بل لجميع المسلمين والناس. فمثلا يعد المذهب الحنفي الإمام الصادق عليه السلام أستاذا لأبي حنيفة النعمان، وينقلون كلمة له في كتبهم إنه قال: لولا السنتان لهلك النعمان، يقصد بهما السنتان التي تتلمذ بهما عند الإمام الصادق عليه السلام. وقال النووي: واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته. قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت إنه من سلالة النبيين. وينقل الذهبي، وهو واحد من أشهر علماء السنة، في كتابه سير أعلام النبلاء عن ابن عقد الحافظ عن أبي حنيفة حين سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. كل العلوم التي بثها الإمام جعفر الصادق عليه السلام لم تكن في علوم الدين فحسب، بل في مختلف العلوم. فجابر بن حيان مثلا عالم الكيمياء الشهير تلميذه، وأبو إسحاق الفزاري أول من عمل الأسطرلاب في الإسلام تلميذه أيضا، وغيرهم كثيرون. كثرة العلوم والأحاديث التي بثها الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعدد كبير من طلابه الذين بهم أعاد إحياء الوجه الناصع للإسلام مرة أخرى، وهذا المكان كان شاهد على تنقل الإمام جعفر الصادق عليه السلام بين المدن لنشر علوم الرسول صلى الله عليه وآله، وصار أتباعه في تزايد في العالم، وصار يعرف منهجه بالمنهج الجعفري في المدارس الدينية، وكل الشيعة الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الدينية يطلق عليهم الجعفريين. استشهد الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسبب سم دسه له المنصور العباسي، خوفاً على حكمه من أن ينقلب عليه الإمام بسبب التفاف المسلمين حول الإمام، على الرغم من أنه لم يقوم بتحرك عسكري ضده، ولكن الخوف على المنصب يعمي القلب. ودفن عليه السلام في البقيع، وكان قبره إلى جوار آبائه الطاهرين محل تبجيل المسلمين، حتى قامت الوهابية بتفجير القبور لمحو اسم كل ما يرتبط بآل الرسول صلى الله عليه وآله. العالم مدين اليوم لهذه الشخصية العظيمة، لقد غيرت مسار الأمة إلى جادة الصواب بعد أن كادت تنحرف، وأفاض عليها بعلومه ومعارفه. الفقه والفقهاء والعلم والعلماء مدينون اليوم للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إنه المعلم.